guacho. شباب احنا دخلنا على العيد الخمسين للعصابة يوبيل الذهبي والشغل زي العسل، ولا واحد المسك ولا واحد ديري فينا. احنا فعلا صرنا 50 سنة امورنا على العال، عشان هيك لازم نستمر زي ما احنا، مش لازم نمسك. بس نفسي اعرف مين المعلم خالد ابو زكر. انت المعلم خالد ابو زكر، اكشف عن وجهك. انا مش خالد ابو زكر، انا مصطفى ابو قمر. انت المعلم خالد ابو زكر، اكشف عن وجهك. انا مش خالد ابو زكر، انا تامر ابو حسني. عند خالد ابو ذكر اكشف لي عن وجهك. انا مش خالد ابو ذكر، انا وانا بكفوري. انت خالد ابو ذكر اكشف لي عن وجهك. انا مش خالد ابو ذكر، انا عمرو ابو دياب جوز جدتك. انت خالد ابو ذكر اكشف عن وجهك. انا مش خالد ابو ذكر، انا وكاظم ابو الساهر. طب تعمل ايه فينا خالد ابو ذكر؟ انا نسيم ابو الجيم، انا خالد ابو ذكر. انا ابو خالد بنشرجي، ولا بتكون بنشرجي طبعا تمويل. لكن الناس انا مسرجيه. هيه مين الصبيه الحلوه؟ الله يا كيف بتتمخطر. شوفوا احلى المشيه، احلى المشيه. وينها يا رجل؟ ايه طب وينها؟ سلمولي على حمو ابو البيكا. من يوم وطالع أنا اللي راح أتولى قيادة العمليات في العصابة. صرنا نشحد من وراكم. From the beginning of the month، من بداية الشهر مش سارقين غير موبايل. وطلع آلي حاسبي أسبوعين وأنا أشحن فيه بفكره موبايل. خلاص. على فكرة يا زلمة أنت بتشبه الممثل إياد نصار. بدعته في أصحاب العز. إلي ما أخوش إلي مدت علي. الله ده من نبيل سبعين معتزل يا زلمة. شو بتشبه ناصر القصبي وهو صغير، وانت شبه محمد منير. شو هالمي معاه؟ انجز حبيبي. أنا بعترفش، فيش عندكم دليل ضدي. دليل شو يا ابو دليل؟ ما الناس كلها شافتك على اللايف. حتى بعترفش يا عمي. بديش تعترف، بدي تمثل الجريمه وخلصنا. كنت على الدراجه قاعد هيك، وكان ادهم النابلسي بعد الاعتزال مع موبايل. ايوه وانا على الدراجه. اكتب تم اخلاء سبيل المتهم لعدم اعترافه. خلصني. هيا ما جت. حركوا تالا دار ابو سمير شويه. ما جتيش. بنمشي بنمشي. هيا دار ابو سمير منيح. سنتي سنتي بس، سنتي واحد. سنتي ارجع سنتي على تالا دار ابو سمير. شو ارجع سنتي على تالا دار ابو سمير. هيا دار ابو سمير سنتي يا بجت. قري حطه باتجاه دار ابو صلاح. ابو صلاح اثنين سنتي باتجاه دار ابو صلاح. هيا اثنين سنتي أجت. ايوه خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. اضل ماسك في شويه نمش بس منيح منيح. نمش للطبيعي يابا. منمش منمش اثبت. خليك ماسكه للانتين. طيب طيب انزل. لسه في دعايات الساعه 8، بدي احضر اخبار الساعه 12. خليك يعني اضل ماسك. ايوه قري حطه ده تلا دار ابو محمد شوي. وين تلا دار ابو محمد شوي؟ هيا دار ابو محمد. اجت ابو محمد طلع في التلفزيون. ايه
فصل النت. قطع قطع ابو بحب اعرفكم على حالي، انا ابنكم سلامه. ومين حضرتك؟ انا اختك سهام، عمري 22 سنه ومخلصه طب من كندا. عندي اخت اسمها نوال من كندا، انا كثير مبسوط اني تعرفت عليكي. سهام وين ساكنه يا عبير؟ جنبك بالضبط. ايه هذا احنا جيران. وانت من هالمنطقه؟ بحب اعرفكم على حالي، انا ابوكم، بحكوا لي ابو خالد. انت ابوي؟ منيح اللي شفت ابوي. شبه الكنغر. وانا بعرفكم على حالي، انا امكم رامي. انت امي؟ منيح اللي شفت امي زي اللوبيا. وانت اكيد عمتي عايده. عمتك عايده؟ لا انا الشغاله سيلينا. ومين هالعماره الكاعده؟ انا جدتكم ام امكم اليسا. يوم انت لسه عايشه؟ وليش تركيني وانا صغيره؟ قطع بالك يما، صار لي 20 سنه قاعد عندكم في الدار، مالكم؟ مليح لي قطع النت، بلكي حضرنا عرس نوال اليوم، شو رايكم؟ انا عندي اخت اسمها نوال وكمان عرسها اليوم، مبروك يا ننون. يا عمي انا سهام، سهام. صحيح وين نوال؟ ما حكينا لك عرسها اليوم. رجع النت، رجع النت. اقعد خليه خليه في ابوي. اسمع، مش انت ابوي؟ اه. غلبك 300 دولار لبكره. انا مش ابوك، انا عماد حرس عماره جنبكم. حل عمي تركينا يا حجة مع الشغالة شوي، تركينا. أجابوا الله أكبر. صلي بدون وضوء ولا؟ نزلني يابا، خلاص بتوضى. وانت شو بتسوي؟ بصلي يابا. انتوا ليش بتصلوا هيك؟ يا جماعة احنا مسيحية، مالكم؟ ما اعرفش. يا هلا بسك في الدار وبطانه وعموده يا هلا. حشيتين الجمل؟ حشيت لك الجمل خروف، وحشيت لك الخروف كسة ودوالي وكرشات، وحشيت لك الرقب خرقة طايف. وان شاء الله بدكم تاكلوا معي. لا يابا لا. اعوذ بالله، احنا بناكل اللي بضل وراك يا بطون الدار. منيح ما جبت اخوي ملحس، كان لعوس كل شيء. حاجة جدك. راح الجمل. يا حبيبتي، لا ابوي موجود ولا كانه موجود. خذ راحتك عادي. طب من حكيت لها انك كانك مش موجود يعني؟ عادي. شوف لا. اسمع، اذا بدها تيجي صديقي. اجت اجت امي. اجت امي. مين اللي تارك الصحن في المطبخ مش مجلي؟ بسم بالله العظيم، ما هو انا طول الوقت وانا انظف في الحمامات، هو اللي كان في المطبخ. والله ما هو هو. انت اسكت. انا فيروز. ولا انت تارك صحنك في المطبخ؟ احكي لك فيروز ولا ما هو انا؟ شادي يا بنت. اسمي هاني. هسه كانت الكلثوم بنتي. اهلا وسهلا يا مهانين. حشيت لي العجل؟ حشيت لك العجل وحطيت جواه خمس ارانب، حشيت لك الرقبه بابا غنوج عشان تتحل. ان شاء الله بدكم تاكلوا معي. لا عوض. لا احنا ناكل اذا بضل وراك عظم من شي بناكل. منيح ما اجت اختي نتاليا، كان ما كفاش الاكل. الحمد لله، الله سطرنا. اجت ستي. اجت امك. روح العجل. شو مالك لمسك مش طبيعي؟ بعدين ما بصير يما. هذاك ايوه، ارفع راسك لفوق. ها يلا خليك معي، شيل الورده. اضحك كمان ضحكه. هي اللي سن الذهب. ها يلا رجع لي الورده. خل اسكي. يلا تبدد لي اشوف. ايوه واحده بدون ضحكه. حلو، يعطيك العافيه. يلا انتوا الاثنين، انتوا الاثنين واحد بس. يلا ايوه يا عيني عليكم حلوين. يا انا استاذ. انت يا استاذ. يلا تفضل. امسك لي التليفون. تليفون
ايوه اتصل، اعمل حالك تتصل. يلا يلا يلا. ايوه ضحكي، حط التليفون المسجل، حس حالك انك طالع رحله. يا لا عكستي. ايوه حلو. يلا انتوا الثلاثه والله حط المسجل. هاي هاي اوه يلا اوكي طلعنا قدام هون 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 هون. ايوه حلوين. يلا كمان واحدة. ايوه قرمزوا قرمزوا. يلا واحدة بتطلع هناك وهسه واحدة بتطلع علي. بقول لكم لا هناك هناك حلوين. هون واحدة حلوين بتجنن. خلاص يلا مين مين خلينا نشيل. ايوه اوكي طيب اطلع علي هون هون هون. اوكي يلا والله. ايوه خايفين نعمل حق خايفين خايفين خايفين. ايوه خلاص عرفنا بعض. انا بصرت اعرفك من الداخل ومن الخارج ومن قدام ومن ورا ومن كل الجوانب بعرفك. في الحلال لنا 3 دقائق بنحكي مع بعض. انا صرت احبك والله بحبك. شو انا الا 3 دقائق بنحكي بديش احبك فيه هون. خلص ابعتي لي صورتك مشان الله ابعتي لي اثقي فيي. وانا بقول نفس الشيء. هاي الفتره كافيه اللي تعرفنا فيها على بعض عرفتك من الداخل. هلا ببعت لك صورتي بس وعدني ما تفرجيها لاصحابك. شو انت مجنون يا بنت الحلال؟ افرجي صوره امي ولادي امي ولادي حماده وخالد وفيروز لاصحابي؟ انا عمري ما شفت امي ولاد اصحابي ولا اصحابي شافوا امي ولادي ولا امي شافت امي ولادي ولا شفنا امي ولاد بعض. انت اثقي فيي خلاص بحبك والله بحبك. بعطيه لي صورتي. شو هذا شو هذا شو هذا شو هذا؟ الخالي الناطق ياسمين صبري عليها سحبة مناخير بتهبل الليل المسا طالبك. ومش عارف هو هذا شرشف ولا برداية ولا برداية حمام حاطينه. اهلا وسهلا تفضلوا. اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا تفضلوا. يا مرحبا. بس عمي كان جيت من هون يعني لفيت هاللفه غلبت حالك. يا الله شفتيش بعزة العلايلي الله يرحمه الله يرحمه. عمي انا جاهز محسوبك مليونير. شو بدها العروس ذهب كنادر شباشب محسوبك مليونير. انا جاهز. معناتها خلينا نقرا الفاتحه. مبسوطه يا خالتي؟ انو خالتك انا العروس. معناته نقرأ الفاتحة على روحي. هذه عاملة فلتر نادين زي ما أنا شايفكم. لابس نيلي ومغلب حالي نيلي تنيلني. الله أبوها زي الباذنجان في الزيت مش مبين له لا كفة ولا وجه. وبدأ العو بابا غنوج. ليش بابا غنوج؟ والله ما بيستاهل. قال سموه باذنجان. اقرأ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق